السلام عليكم، معكم أميمة. قررنا مع فريق كيزاكو باش بجانب الدروس العلمية نقدموا لكم دروس في اللغة. من هنا جات الفكرة باش نقدموا لكم اللغة الصينية ونقربوها لكم. هانيو أو كيف ما تتنطق بالصينية ماندارين هي اللغة الصينية النموذجية. ينطق بها أكثر من مليار شخص في العالم، وتتشمل أزيد من 50,000 مقطع. اللي خمسكم تعرفوا هو أن في الصينية ما كاينينش الحروف ولكن كاينين كلمات. كلكم تتسألوا علاش غادي نتعلموا اللغة الصينية. الصين ولات قوة عالمية، وتكلم أو فهم اللغة الصينية جد مرحب به في مجال الأعمال، مفيدة اللي كاينوا السفر إلى الصين أو من يحب التعرف على ثقافات جديدة ومتنوعة أو اللي كيحب تعلم اللغات. الهدف من الدروس ديالنا هو أننا نقدم لكم الأساسيات ونمكنكم من إجراء محادثات بسيطة. ترقبوا معنا في الحلقات القادمة طريقة نطق النغمات، الضمائر وإلقاء التحية، الاسم ديالك، الأرقام، الأيام والشهور، البلدان والجنسيات، إجراء محادثات، الأماكن العامة، المهن ووسائل النقل. السلام عليكم، كنتمنى ان الفيديو نالت الاعجاب ديالكم، وانتظرونا في الفيديوهات الجايين باش تعلموا اكثر على الصينيه.